السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمرو سليم. وهشوف بس موقع رابطة الرسام الهندسي على الانترنت وايه اللي هي بتقدمه. اول حاجة اخش على موقع الرابطة RASSAAM.org، هنلاقي موقع الرابطة، هنلاقي فيه شوية كتب نفتحها. ده الفورشيرت، هنلاقي هنا كتب تكييف صحي معماري كهربا، هنشوف تحميل اي كتاب فيهم. على سبيل المثال مثلا صرف صناعي برامج، بقى هنا اقول له تنزيل، بيبدأ خلال ثواني يديني الرابط اللي نزل منه. وكده الكتاب بيتحمل. هروح لمكتبة الصور، هنلاقي صور خاصة بالرابطة. على سبيل المثال مثلا توسعة الحرم، نختار مثلا الصورة ديت على سبيل المثال، نلاقي دي شوية أبراج، أقول له إيه حفظ الصورة. خلاص هي كده الصورة اتحملت عندي. هاجي هنا على مكتبة الفيديو، دي مكتبة الفيديو الموجودة على اليوتيوب، بختار الفيديو اللي أنا عايزه ويظهر معايا. نخش على الفيسبوك، لأن ناس كتيرة عايزة تعرف التعامل معاه ازاي، بسيط جدا خالص. المفروض إن أنا عندي اشتراك في الفيسبوك، ده جروب بتاع الرابط على الفيسبوك، بقول له انضم. خلاص كده انا بقيت موجود، فاقدر اكتب اي حاجة مثل مثلا جزاكم الله خيرا. كده انا بقيت عضو، من حقي ان انا احمل فيديو، من حقي ان انا احمل صوت، من حقي ان انا اتعاون مع الناس واكتب ارائي واشارك بالرأي بتاعي. نخش بقى على المنتدى، عايز اسجل مثلا بقول له تسجيل موافق، وبكتب الاسم اللي انا عايزه وكلمة المرور والبريد وموافق. كده انا بقيت عضو ومن حقي ان انا اكتب اي حاجة وشارك الناس بآرائي، ولو حد عنده اي اسئلة اجاوب عليها. دي مواضيع اللي موجودة في المنتدى، فده مثلا اشوف اللي انا عايزه. على سبيل المثال مثلا اوتوليسب، بدخل اقرا المقال اللي انا عايزها، عايز احمل اي حاجه انا عايزها احملها، عندي اي اسئله استفسارات بسالها اللي انا عايزه. جزاكم الله خيرا، واتمنى ان انتوا تكونوا استنفعتوا واستفدتوا، واتمنى ان انا اشوف المشاركات بتاعتكم الايام الجايه دي ان شاء الله. السلام عليكم.